يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأخبار الكان بعد الفاصل. لم يعد يفصل عن انطلاق النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا سوى سويعات. كوديفوار ستكون تحت الأنظار على مدار شهر كامل لاكتشاف أستراليا طبعة 34 التي ينتظر منها أن تكون طبعة مميزة وفريدة. ساعات قليلة تفصل العالم على اكتشاف نسخة متجددة من عرس القارة الإفريقية البارز كأس أمم إفريقيا. كوديفوار ستكون على موعد مع قرع طبول إيقاع نسخة 34 من الحدث الكروي القاري الأهم الكان. الدورة التي ستشهد تنافساً كبيراً بين المنتخبات 24 المشاركة في نسخة تعد بالكثير لما سخره البلد المنظم من إمكانات لضمان نجاح العرس القاري. بصدر رحب استقبلت المنتخبات المشاركة في المنافسة، وبرقصة إفريقية خالصة أطلق العنان لأجواء تميز المنافسة في القارة الإفريقية عن غيرها في بقية القارات. تنافس شرس وكبير على الورق بين المنتخبات القادمة إلى أبيجون، ياموسوكرو، بواكي وغيرها من المدن التي ستكون على مدى شهر كامل عين العالم على واجهة القارة الإفريقية كروياً، وبأجواء احتفالية تعيشها شوارع وأزقة بلد الفيلة. للمرة الثانية في التاريخ تحتضن كوديفوار الحدث الكروي الأكبر في القارة بعد نسخة عام 84-900 و1000. إلى ملعب الحسن وتارة تشد الأنظار لاكتشاف أولى خطوات التميز خلال حفل الافتتاح الذي سيكون مرآة عاكسة لعمق ثقافة البلد وارتباطه الوثيق بأصالة الماما أفريكا. كروياً، الكان المرتقب سيكون بمثابة فرصة متجددة أمام اللاعبين الأفارقة للبرهنة على المستوى الرفيع الذي تزخر به القارة السمراء بوجود منتخبات كبيرة يتقدمها البلد المضيف الباحث عن معانقة اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخه. منتخب السنغال بدوره يبرز في طليعة المرشحين بقوة للظفر بالتاج الإفريقي والحفاظ على لقبه تأكيدا لما شاهده أسود تيرانغا من تألق قاري في كل الفئات. منتخب مصر قادم إلى كوديفوار حاملاً أمل التصالح مع التاريخ بالتتويج الذي سيكون الأول منذ عام 2010 والثامن في تاريخ الفراعنة المتربعين على عرش المتوجين. المنتخب الجزائري يشكل بدوره حلقة مهمة في نسخة كان كوديفوار بالنظر إلى مسعى أشبال المدرب الماضي لتصحيح المسار وتدارك نكبتي الكاميرون. تكرار سيناريو القاهرة عام 2019 سيكون فرصة أمام الخضر لاستعادة مكانتهم المعهودة ضمن كبار القارة. دورة فريدة ستكون مليئة بالفرجة والحماس، كما أنها ستتميز بالندية والصراع بين منتخبات القارة التي تجدد الموعد لإبهار العالم. أجرى منتخب كوديفوار آخر حصة تدريبية له قبل المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو. الحصة التدريبية لمنتخب الفيلة عرفت تواجد كل اللاعبين وسط أجواء مميزة تعكس الحالة المعنوية للاعبين الذين يسعون لتحقيق النقاط الثلاث أمام منتخب غينيا بيساو في مستهل العرس الإفريقي. en respectant l'adversaire.
نحترم منتخب غينيا بيساو، درسنا طريقة لعبهم، لديهم لاعبين خطيرين، لهذا يجب علينا الحذر في مباراتنا أمامهم للتحكم في المباراة وإنهاء الهجمات على أكمل وجه. تحدثت مع اللاعبين الذين ينشطون معي في الأهلي السعودي عن كأس أمم أفريقيا على غرار مندي ورياض محرز. الآن كل واحد منا يدافع عن ألوان منتخب بلاده، سنرى في النهاية من سيتوج باللقب. وصل أنصار المنتخب الجزائري صبيحة اليوم إلى مدينة أبيجنو الإيفوارية في أول دفعة لتشجيع رفقاء القائد رياض محرز على أمل الرجوع بالتاج الإفريقي، على أن يتنقلوا إلى مدينة بواك التي تحتضن مباريات الخضر. احنا رانا نعولوا ان شاء الله على دو بريمي ماتش تاع انغولا، خاطر هما يسون روبيست شويه، يليق لونترينر يعرف نربحوا الماتش الاول، والزاوج شويه على خاطر الكوت ديفوار مع بوركينا فاسو مع لعبوا نص نهار شويه صعيبه، وان شاء الله نلحقوا الدمي فينال ولا فينال ان شاء الله. ورانا متحمسين وان شاء الله تجيبوها، نجيبوا الثالثة، النجمة الثالثة نجيبوها الكل ان شاء الله بربي، ادعوا لنا ربي معاكم. تحيا خوتنا في غزة ان شاء الله. بون كوراج ليكيب، بون كوراج بالماضي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم وديروا اللي عليكم، وراني حاس بها كيما اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى نجيبوا الكحلوشه لبلادنا 1 2 3 بفرنسا. جمال يا جمال بالماضي راك تلعب في الجزائر، مثالي الجزائر كومبلي راهي هنا في الكوت ديفوار، والكحلوشه غير هي اللي ندوها، النجمه الثالثه نعلقوها. والله نسينا التعب تاع الفواياج كامل، كنا كي الخاوة في الطيارة، الحمد لله إن شاء الله لاكوب روحوا بها، لاكوب لاكوب جزائرية إن شاء الله. الكوتش يا بالماضي ونافو ونافو. وللحديث مشاهدينا الأفاضل عن استعدادات المنتخب الجزائري وأيضا وصول الجماهير الجزائرية إلى أبيجون، ينضم إلينا موفد قناة الجزائر الدولية إلى بواكي ياسين قالم. مساء الخير. مساء الخير عصام، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. بداية ياسين قالم، اطلعنا عن آخر استعدادات الخضر، وما هو البرنامج المسطر لنهار اليوم ويوم غد؟ نعم عصام، بعد الحصة التدريبية التي أجراها الأشبال المنتخب الجزائري جمال بالماضي مساء أمس، قرر وهي الثالثة في البرنامج، قرر اليوم قائد ربان سفينة الخضر أن يبقى أشباله في الفندق أين سيستريح لنهار اليوم، فيما كانوا قد أجروا حصة فيديو صباح اليوم لمعرفة ربما نقاط ضعف المنتخب الأنغولي في الذي سيواجه المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل. إذن بالإضافة إلى ذلك، كان رفقاء رياض محرز قد تجولوا بعض الوقت حوالي 20 دقيقة في الطريق المحاذي للملعب، فيما ستكون الحصة التدريبية غدا إن شاء الله في حدود الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي، 6:30 بتوقيت الجزائر، مفتوحة أمام رجال الإعلام أين تتخللها منطقة مختلطة. أما الأمر الرسمي هو الندوة الصحفية التي ستجري في حدود الساعة 11 بالتوقيت المحلي توقيت بواكي هنا، 12 ومنتصف النهار بالتوقيت الجزائري، أين سيتحدث الناخب الجزائري عن المواجهة الأولى، مواجهة المنتخب الأنغولي، والتي تبقى مواجهة مهمة ومهمة جدا لأشبال الناخب جمال بالماضي الذي يريد أن يفوز بهذه المباراة بأي ثمن. طبعا الناخب الجزائري جمال بالماضي يريد أن يفوز بهذه المباراة بأي ثمن، ولكن مع وصول الأنصار واللاعب رقم 12 إلى أبيجو ويستعدون للوصول إلى بواكي، ماذا أو متى يصل الأنصار إلى بواكي؟
نعم أكيد عصام، بالرغم من أن هناك عديد الأنصار هنا من مشجعي أو جماهير المنتخب الإيفواري الذي تنتظر مواجهة مهمة بعد حوالي 3 ساعات ونصف من الآن أمام غينيا بيساو في افتتاح مواجهة كان 2013، إلا أن مشجعي أو أنصار المنتخب الجزائري لهم يعني طعم ولهم طريقة خاصة جدا وجدا في تشجيع حوالي 50 مناصر هنا يتجولون في أبواك حاملين الرايات الجزائرية ومعها الراية الثانية للجزائريين راية فلسطين الحاضرة هنا وحاضرة بقوة، أين سيكونون رقم 12 يوم الاثنين المقبل، ويؤكدون دعمهم المتواصل إلى غاية استرجاع الكأس الثالثة مثل ما يقولون. عصام، الكل واثق بأن المنتخب الجزائري سيقول كلمته في هذه المنافسة وفي هذه الطبعة 34 عفوا من كأس أمم إفريقيا. موفد قناة الجزائر الدولية إلى بواكي ياسين قالم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. قال مدرب منتخب نيجيريا جوسي بيسيرو السبت ان اللاعبين استعدوا جيدا لبطوله امم افريقيا بكوديفوار. النسور تستعد لتحقيق بدايه قويه وتتطلع خلال اولى مواجهتهم امام غينيا الاستوائيه الاحد لتحقيق بدايه مثاليه، وذلك لحساب الجو او المجموعه الاولى التي تضم كوديفوار وغينيا بيساو. وفي السياق ذاته أكد أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا بأن زملائه لا يريدون تكرار تجربة ما حدث خلال الطبعة الكان الماضية. بخصوص تحذيراتنا، لقد قمنا برحلة طويلة، وأنتم تعلمون بأن معسكرنا الإعدادي كان بأبوظبي، كانت فترة من أجل تطوير طريقة لعبنا والتحضير لكل المباريات من بينها المواجهة القوية أمام غينيا الاستوائية. بخصوص اللاعبين، هم دائما على أهبة الاستعداد، نعرف جيدا أهمية اللقاء. الطبعة الماضية كانت جد حزينة لكل اللاعبين النيجيريين، ولا نريد تكرار نفس الأخطاء، لا نريد الحديث كثيرا وإنما التركيز على الميدان. أكد مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا على ضرورة تفادي المفاجأة أمام المنتخب الموزمبيقي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا. مدرب الفراعنة قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن منتخب الموزمبيق بإمكانه مفاجأة زملاء محمد صلاح رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين. من جانب آخر، أكد اللاعب مصطفى محمد أن الجيل الحالي للمنتخب المصري يستحق التتويج باللقب القاري. تكلمنا عن أهمية البداية. بكل تأكيد هناك فارق كبير بين المنتخبين، لكن على أرضية الميدان وفي هذا النوع من المباريات تزول هذه الفوارق، لهذا يجب علينا الحذر في مباراتنا الأولى أمام موزمبيق، لأنهم يملكون تشكيلة جيدة بإمكانها مخادعتنا. أنا قلت اللي إحنا هنا جايين، احنا اخفقنا الحظ ما كانش محالفنا في افريقيا وتأهل المونديال، عملنا اقصى حاجة عندنا، فانا بقول احنا عايزين نمشي بنفس الخطة اللي هو ناخد كل ماتش بنقطشه نكسب ان شاء الله. نركز عندنا ماتش بكرة لازم مركزين عليه جامد جدا نكسبه، هنبص الماتش اللي بعده هناخد كل خطوة بخطوة، بس احنا حلمنا وكل واحد جواه حلم اللي انت نفسك تحقق. اختموا اخبار الرياضة، شكرا على المتابعة.